السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد ناجي، عروس الإسماعيلية والنطع جسر والحرباية أخته. ثلاث عناصر يعني نطلع منهم بثلاث حاجات: اللي ليه ظهر ما يتدربش على بطنه، ده لو ليها أب أو أخ واقع على طبيعة أبوه كانش حصل اللي حصل. تاني حاجة، إن دايما في الأزمات تلاقي في رجالة بتحاول تلم وتلم بسرعة، وده حاجة كويسة. تالت حاجة، إن دايما في كل عيلة حرباية حرباية ما تعرفش وظيفتها إيه في الدنيا غير إنها تخرب على اللي حواليها بحجة أنا الكبيرة، أنا اللي عملت، أنا ولا عملت، دورك إيه في المجتمع، عملت إيه في الإنسانية، ولا حاجة ولا أي حاجة غير إن أنا عايشة حرباية. يعني أنا بقول لكل واحدة بتفسد حياة حد من عندها بحجة صلة القرابة، شوفيه في بناتك وعيالك يا رب، شوفيه في بناتك وعيالك. صحيح هي القصة لولا ما هتصورت ما كانتش خدت الضجيج الإعلامي ده، بس البيه طلع من بق الناس مش بق أنا، إنه عايز 200,000 جنيه على حلقة يطلع يتكلم فيها عن انبساطه وإحساسه الجميل قوي وهو ضرب مراته في ليلة فرحها واتصورت، ويقول ده عادي حتى مش هضرب بنت عمي. أنا بنت عمي أحافظ عليها مش هضربها، بنت عمي أحافظ عليها مش هضربها، ده لو حد بيفهم ومركز في الكلام، حد بيفهم وبيتقي ربنا، حد بيفهم وبيتقي ربنا احافظ عليها مش هضربها في الشارع. ويلا شالها باينه والبهوات واقف عامله نقطع نقطع، يعني شايفه يعني انت بتقول لا غلط ودي كانت ساعه نرفزه، يعني انا متوقع كان هيقول كده ساعه عصبيه وساعه نرفزه كده عادي، يعني عادي. انت عارفش الاسماعيليه طلع لنا في ايه، في مالها الاسماعيليه بقى لها فتره كده بتبهرنا بكل ما هو غير مألوف او محدش مصدقه. يعني تخيل ان ده ومراته واخته واللي دفع عنه واللي التمس العذر والاعلام اللي عرض عليه 200,000 جنيه عشان يطلع في برنامج، انا مستني بس يطلع في البرنامج عشان اعرف ان البرنامج دفع له 200,000 جنيه عشان اعرفه. يعني ما انا رايح اشيل بقى الاشكال دي من دماغي، هتابع حاجه ليه بتقرفني؟ دول السلاله او البشرية أو الإنتاج من سلالة سيدنا نوح اللي ركبت مع السفينة. أمال اللي قالوا بيغرقوا ده عاملين إزاي؟ يعني حاجة تخليك أنت دماغك تاكلك، اللي غرق ده عامل إزاي؟ دي نقطة. طبعًا نرجع بقى لإبراهيم باشا عيسى. يعني هو خلاص الراجل بقى باع القضية، بقى مفيش إسراء ومعراج، هو خلاص لغاها. بص هو القرآن بيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أنا كمسلم لازم أؤمن بالآية دي، بلا تشغيل دماغ بلا وجع دماغ أنتوا هتقرفونا. أشغل دماغ في إيه؟ دي أنا كمسلم لازم أؤمن بكل كلمة في القرآن. الله، أنا دوري في الحياة نعبد ربنا، ربنا خلاني مسلم في الفطرة ودي حاجة خلاص، أنا ده كتابي، أنا لازم أكون مؤمن بيه. فتيجي أنت لاغي بقى، يعني غير يعني صرف النظر ان امه كانت بتلبس المايو واتصورت واصحابه شافوا امه لابسه المايو ده، المفروض هو بقه لان امه مواليد الستينات، مواليد الستينات، فاكيد امه من بقه هو وجدته كان عندهم حاجه بالمايو فرغها لاصحابه فهو تقبلها. فراح قال لك لا خلاص بقى مفيش اسراء ومعراج، احنا اللي نخلص. وده عشان بنقول لما نكون بنحكي ان في مؤامره، مؤامره على مخ، مؤامره على بيتي انا. هو تعرف انا بطولي يمكن الموضوع ما كانش عز فيا، بس بص البيت ده العيال ديت ازاي هنسيبها تواجه الموجه دي؟ يعني ازاي بعد كده لما يجي هو اقول له ايه؟ لا انا عشان عندنا مجال الميديا والكلام اللي بنتكلم فيه، وزي ما الناس دي بتجعر وبتهرف خرا على دماغها، لا احنا نقول ونتكلم، احنا نتكلم والله صوتنا وسع خيره وبركه، ما وصلش اهو قصاد ربنا احنا عملنا اللي علينا، ربنا يجعل تدبيرهم في تدميرهم.